بالنسبه ديال قضيه امرابط اللاعب المنتخب المغربي والنصر السعودي، بالنسبه اللي كيقولوا الناس بلي راه توصلنا بواحد المبلغ اللي هو 500 مليون، لحد الان حنا مازال ما شفنا والو، ما فرسنا والو، ما خدينا والو. والا كان هذا الخبر صحيح كنتمنوا يكون صحيح، حيت حنا في امس الحاجه للمساعدات، كنا محتاجين، والان صرنا اكثر حاجه محتاجين بزاف. الا كان بالنسبه لي كان كذوب وكان اشاعات، والمشاهد العباد الله اللي مات ليه با ولا اللي مات ليه خوه، ماشي شنو نقول لك، ماشي لعبه باش تضحك عليه ولا شي حاجه. انت كتعطي واحد الامل وفي الاخر كتهرسو، راه ماشي معقول. وكنقولوا حسب الله ونعم الوكيل. اما بالنسبه لذاك الشيء ديال الامرابط، راه داك الشيء كامل كذوب. كاين اللي كيقول في داك الشيء، ذاك المواقع التواصل الاجتماعي كيقول لك بان الساكنه توصلت ب 500 مليون، داك الشيء كامل اكذوب. توصلنا بوالو لحد الان، وحنا في امس الحاجه لذوك الفلوس. انت راه كتشوف، راه السي محمد باصير راه صاحب نوادي ربه اللي خدام عليه، وانت كتشوف المعيل الواحد للاسره، وشحال من واحد مات ليه باه، وشحال من واحد مات ليه خوه، وانت كتشوف كل شيء. لا اله الا الله محمد رسول الله.